ازيكم يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. عارف ان انا غبت عنكم حوالي 3 ايام، بس كان في شوية ظروف كده. المهم خلاص قررنا نروح مملكة يقدر اي حد يجينا فيها، تمام، بالفاجر، وهنبدأ التحالف هناك. جبنا تحالف تاني ليفل اعلى، هدايا وكده. طبعا عشان تدخل لازم يكون قلعتك فوق الليفل 17، تمام، ده مبدئيا عشان تعرف تدخل يعني التحالف، تمام. ونبدأها على ايه؟ على نظافة. فهنروح مملكة كام؟ 1369 لا مؤاخذة يا زورو. وليه بقول لا مؤاخذة؟ لأن هذا الرقم يخص زورو، هذا الرقم المفضل لديه هو والولا بودي، الولا بودي العسل. قلت لك أنا آسف، أتقبل أسفي؟ ماشي، فلازم لما نقول حاجة تخص حد لازم نجيب سيرته عشان خاطر يبقى ايه؟ يبقى بعلمه. ماشي، نرتحل. يقولوا لي لازم تشتري لفيفة يا كحيان. طب انا معايا شوية حبة موارد، ثانية كده، ينفعش. عندي هنا مستشفى ليفل 23 22، عندي هنا حاجة 24، هتاخد مني حلوة دي. شوف، نهبة الموارد، نهبة الموارد. بصوا خلاص كده نرتحل واحنا ايه؟ مطمئنين. ونديها ارتحال. ارتحلت. بصوا الحركة اللي انا عاملها دي، محدش يقول لي دي غدر، هو اللي جابه لنفسه. احنا متفقين ان انا هدخل التحالف هيديني R5، انقل التحالف ارجع له R5 تاني. لا، طول ما اخدت قائد خلاص، معلش من حقي نسرق منه التحالف. ايه كده؟ ناخد، انا اخد منه قهوة بحتة R4 شغال عندي اهو. التحالف هيبقى هو حتة R4 شغال عندي. يلا هيديني القائد من هنا وانا اروح مزحلقه. يا مسهل يا رب، هيبقى هيدخلني في ليلته دي ولا مش هدخل في الليلة دي. يلا دخلت. بصوا بقى، بصوا هضحك عليه. بصوا لازم اطمنه. ده طلع ده سهل. انت حقيقة ولا ايه؟ طب احلى مسا عليك. اوكي يا نرم، ها ضحكت عليه، ضحكت عليه. نقي الناس اللي تثق فيها يا نرم. ترى انك نرم. ايوه يا عم عادي. شرفتها يا كروديا. فاكرني امزح النرم؟ ترى انا ما امزح. خلاص خدتها، شكله حلو حتى. بص الفجر عليه العلامه بتاعت القائد، شكله حلو. لا شكله حلو. مين ده؟ كادابرا، كادابرا، واحد في المملكة. بلح ولا له فيها. طيب ننقل التحالف، هنيجي هنا تغيير مملكتك. لا هياخد مني جواهر، ده طالب مني 1000. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. برضو ثانية يا جدعان، ما بقى التحالف بتاعي صحيح. لازم يا جدعان الموضوع يكون شوفوا بعامله ميري. ده معاملة ميري، دي معاملة ميري، مفيهاش ياما ارحميني بقى، مفيهاش بقى صاحبي واخويا وحبيبي، لا الكلام ده مفيش. المعاملة ايه ميري؟ هيقول لي ماشي هنقول، مش هيقول ماشي، مش دافع.
احنا بنلاقي الجواهر في الارض. والله حلو. We need one more hit. ليه؟ طيب يا عم صعب علي. خلاص كده انت صعب عليا. ف نقول البتاع نقلت المملكة لأنها اهو. طب مش هتيجي جريدة عشان ايه؟ حلو. نرمي. طيب جاهزين يا شباب؟ انا ليدر خلاص، مش هرجع له القائد. تمام يلا بينا. ادينا الموقع اهو، مملكة 1369. تمام هنبدأ فيها رزيع في الناس دول. ماشي. اهم حاجة يا شباب، في حاجة نقطة كده ايه صغنونة كده، اهم حاجة ان الـ 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 الناس تحترم بعض. تمام يعني ما تجيش تروح ماسك في واحد وترخم عليه او ترزل على حد في التحالف او حاجة زي كده. تمام. وفي حاجة كمان، كل فترة كده هنعمل مسابقة في التحالف. طبعا انا عشان غشاش انا اللي هكسب. ماشي يعني انا اللي هكسب. اخوكوا ليفل 24 لازم تقفوا جنبه. هنعمل زي مسابقات كده على الألماس وعلى الجواهر، بس هتبقى ايه؟ بإدارتي. هطرمخ على الموضوع، اللي هيدخل يقول لي كسبني، انا عندي كساح في رجلي، انا بطير بالليل، انا واحد ضربني بسكينة دخلت في مشط رجلي طلعت من امعائي. بص يابا ما عنديش في كوسة، ما عنديش كوسة انا. ما تجيش تقول لي انا يا اسطى. انا زمان ايام كروس فاير دخل واحد قال لي يا اسطى اشحن لي زد بي، قلت له ليه يا اسطى؟ قال لي خالي كان عنده مرجان في صباع رجله الصغير، وقع على مرجان فاتمرجن ومات الله يرحمه، وانا عندي نفس المرجان وحياتي مش هتكمل. قلت له يا اسطى مرجان ايه اللي في صباع رجل خالك؟ قال لي حاجه كده مش عارف، المهم اتمرجن في صباعه حاجات كده غريبه، حكى لي قصه كده فيك. طبعا ده كلام في الهوا، كلام طرش. افخخ على ده صح؟ ده لسه ما بنتش بشافي. لازم بصوا انا اللي هشرف على المسابقات، فانا اللي هنصب يا جدعان. لازم ايه؟ لازم انصب. هو التحالف ليفل هدية كام عشان ما شفتش؟ بس ليفل 5. حلو حلو. شوف انا بقوله هتعمل كام مسابقة، مش هتعمل مسابقة لان انا عايز اعداد، فاهمين ازاي؟ طبعا هرب بيقول ان شاء الله. هو تقريبا هو هو لا عم يعني، بس نخلص امورنا وابشر والله اني بس ارتاح، بشتري مليار موارد وكده نخلص علينا. تنرم والله. يلا يا جدعان شاكك فيه انه ما هو كبسه. فين ايام الكبسه؟ مين كان معانا واحد كبسه احنا اسمه صالح؟ يا لهوي على صالح، يا لهوي. ده صالح ده كان بكل الكبسويات والله العظيم، بس اعتزل. صالح ده دخل قال له واحد ايه اخوي تبغى شيء من اللعبه؟ قال له ايه ابغى شيء من المتجر. شو تبغى؟ قال له ابغى قلعه. قال له هات حسابك. خد حسابه واداله. اشتروا ثلاث اشكال قلاع بما يعادل حوالي 300 دولار. اشتروا له اغلى حاجه في البتاع. بعد شويه ده جاد مين يبغى شيء تاني؟ طب انت بتفتح سبيل؟ قلت له طب انت ايه؟ طب الكلام شايفني ارمي لي حاجه بتاع. قال لي لا والله يا اخوي برمي للمعارف لو بالمعروف. قلت له مين المعارف دول؟ انت مش عارف انت لسه داخل النهارده. قال لي لا اخوي ناداني باسمي. قلت له صالح انت كاتب اسمك في المستعار؟ قال لي والله ما والله فاكره هيعرفني. قلت له والله يا صالح صالح صباح الفل يا صاحبي. لا ده انا بزور واحد صاحبي في مستشفى الصدر. شالوا له البواسير لو كويس راحوا حاطينها له تاني. بقيتش اقول له غير يا صالح صالح. الصبح يقول لي صباح الخير اقول له صالح، بالليل صالح، اي حاجه بقول له صالح.
عشان لحد ما غير اسم صالح، والله العظيم غير الاسم مستعار. صالح صباح الفل. حل عني بقى، حل عني بقى، اتركني اتركني ان شاء الله يا واطي. صالح صباح الفل. بس كده يا شباب، مستنيكم عشان نديها، وهنعمل سيرفر في الديسكورد عشان لما ندخل نلعب زي ساحة التنين او اي احداث تانية نبقى مع بعض صوت. هنلعب مثلا حرب عجايب، هنعمل اي حاجه تبقى صوت، عشان انا ما برجحش حوار ان هو نفضل نكتب شات، لا صوت احسن عشان يبقى التواصل اسهل ونبقى مع بعضينا في الدنيا، فاهمين ازاي؟ وخلاص الفجر يا شباب، انا هعمل المشافي واتفرج على الفجر. I am you.